النظام المصري الذي ما فتئ يخرب ليبيا ويشق الصف في ليبيا ويحرض الليبيين على الانقسام، وكلما صارت مبادرة هيك لازم يخرو فيها المصريين ولازم يخشوا فيها. زمان قال لك سرت خط أحمر ويتكلموا ويوزعوا في الدخائر، هذه باعتراف شن اسمال صقر الجروشي 400 حاوي الدخيرة والمقاتلات متاعهم والصواريخ متاعهم، ويفتخروا بذلك في الإعلام. اليوم حتى المعبر ما يقدروش يفتحوه على أهل غزة، المعبر لأنهم عبيد للصهيونية، ولأن ما يقدروش يرفعوا رؤوسهم قدام إسرائيل فابحين في ليبيا وفي أهل ليبيا. والتآمر على ليبيا هذا النظام العميل، والله أغير رأيي، النظام المصري نظام عميل قاتل، والله لم يسمحوا له بالانقلاب على السيد الرئيس الشهيد محمد مرسي إلا وقد أعطى الدنية في كل شيء ووقع لهم على كل شيء. واو تشوف فيها اليوم غزة كيف محاصرة من قبل المصريين، والإعلام المصري يبرر، إعلامهم كان يقول أن التدخل في ليبيا شرعي وأن من حق مصر أن تتدخل في ليبيا وأن الأمن القومي لمصر يبدأ في سرت، ولا نسيتوه كلامهم. أما غزة وقتل أهل غزة ما هوش أمن قومي لمصر، مع أن هذا هو عبر التاريخ. للأسف الإعلام الفاسد، الإعلام المرتزق، والليبيين ما يبوش يديروا عقل للأسف. تخيلوا السرت والجفرة خط أحمر، أما غزة مخيم البريج والمخيم المغازي وجباليا وخان يونس ورفح اللي على الحدود المصرية مباشرة صقع عليه لأنه يتكلم الجبان ما يقدرش يتكلم، وأن التدخل شرعي والقبائل الليبية سترافقنا وسنسلحها ترهات. لكن غزة صقع عليه حتى بتطيل الصغار، حليب للأطفال، أدوية، احنا نقول التنتورة الحمراء ما عندهمش، قبل شوية كنت نسمع في الأخبار. أعطوني يا شباب فيديو عمرو أديب 19. اليومين دول ده كمواطن بتاع هاوي بقعد علاوة، يعني هم فرصة للي عايز يعمل أي حاجة. تاني أهو الملاحظة الخامسة، اليومين دول فرصة للي عايز يعمل أي حاجة. العالم لايص، محدش فاضي لحد، فلو عايز أي حد يعمل أي حاجة هما اليومين دول. دي ملاحظاتي كمواطن عادي، مواطن، لأنه معايا طابور محللين بقى، ناس من اللي بتفهم في اللوجستيات والعالم العربي وبتاع. أستاذ عماد خليني أسألك أسئلة المواطن البسيط، الناس كلها بتقابلني في الشارع تسألني هو مين اللي غلطان، يعني سؤال بسيط كده، يقول لك هو عمرو هم الروس الغلطانين ولا الأمريكان الغلطانين؟ إجابة السؤال ده تبقى أنا عارف إنها مش كده، بس هو ده غالبية الناس عايزين يعرفوا، يعني هو عايز ياخد موقف، عايز يبقى شايف ان الامريكان غلطانين فياخد موقف مع شايف، يعني تعرف جمهور السوشيال ميديا العادي حتى. اذا شفت له، اذا نظرت اليه من منظور القانون، تخيلوا الشيء هذا اللي اسمه عمرو اديب، طبعا لما سخنت في اوكرانيا بين اوكرانيا وروسيا قاعد يقول للمصريين اي حد عاوز يعمل اي حاجه، طبعا هو الكلام طويل، يقصد الجيش المصري انه يدخل ليبيا. تخيلوا الجبان، هو الجبان هذا اللي تركي الشيخ اعطاه عليه افاه وقال له انت يعني مهزل بي امام المئات الملايين، وقعد مضحكه تركيا للشيخ اعطاه قال له انت يا عمر صناعه مصريه بغله، انت صناعه سعوديه بغله. جاي اي احد انا هو اقول لك كلام اهاوي، يعني نكت مدير راحه اللي، لكن غزه مستحيل ما يقدرش يتكلم عليها.
ممنوع، بالعكس يبررون الآن هو وزوجته، يبررون إغلاق المعابر، بل يحرضون على قتل حماس. تخيلوا أن هؤلاء الكلاب الجبناء حثالة القوم، زبالة الزبالة، للأسف اللي مفتوح لهم الهواء لساعات على أكبر القنوات، يحرضوا على ليبيا والهجوم على ليبيا والقتل في ليبيا والخط أحمر في ليبيا، لكن غزة ما يقدروش يجيبوها، لأنهم هؤلاء هم صهاينة العرب. وأنا أقول أن هؤلاء أسوأ من الصهاينة اللي بكل نشوف فيهم، ومن يستمع إليهم ومن حسبهم إعلاميين أسوأ منهم. أعطوني يا شباب الفيديو 21 تقريبا بتاع أحمد موسى، خلي بالك الليبيين بتاع 22 بتاع أحمد موسى، خلي يسمعوا الإعلام إيش كان يروج والآن ساكتين. تفضلوا أسمعوا كلب المخابرات هذا الحقير اللي الحلقة متاعها تعد في المخابرات المصرية، شنو يقول؟ يعني أنا مثلا نفسي، نفسي والله بجد مش بحذر، الطيارات كده قبل ما تروح مواقعها المحددة ل يعني لأماكن بتاعتها وهي راجعة كده من الضربات، تروح تدق أم حماس، تدق أم المعسكرات في حماس. يا سلام، دول أخلصنا، ما هي مش تنفع غير كده، مش تنفع غير كده صراحة. يعني صراحة وين في إرهاب جاي؟ اه في إرهاب، نضرب هنا ونضرب هنا، الشعب وراك. على فكرة ده مطلب شعبي لا يقل عن مطلب شعب ليبيا، يعني بالضبط دك معسكرات الإرهاب في غزة زي دك معسكرات الإرهاب في ليبيا، لا زيها. لكن مصر ايه؟ أصل قضية وكذا، طب نعمل ايه في الارهاب اللي جاي من هناك؟ ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله كل حاجه ليها اوانها، كل حاجه، كل حد انا بقول اهو، كل اللي كسر كوبايه، كل اللي كسر كوبايه هيدفع ثمنها، وكل اللي انتهك سيادتنا وارضينا هيدفع الثمن اهو. تاني، كل حد تآمر وخرب وشارك في هذه المؤامرة سيدفع الثمن غاليا. النهاردة بكرة قاعدين، هنروح فين؟ بلد قاعدة موجودة، الشعب عظيم قاعد، والجيش العظيم شغال وبيبني وبيتبني وهيبقى عظيم جدا 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 ان شاء الله. يعني دائما ثقتنا وعدنا طول عمره، على فكرة قواتنا مسلحة. ريتول قال إن بعد ما الطائرات تقصف ليبيا، هذه يقصد بها مواقعها المحدد، تروح تقصف حماس في غزة. بالله يا إخواني، هل في صهيونية أكثر من الصهيونية؟ وهل في خيانة وعمالة ونذالة وحقارة أكثر من اللي تشوفوا فيه؟ هذا هو لسان، واو الحمد لله كل شيء، ما هو كل شيء موثق. قابل علشان بكرة ما يطلعوش هم شرفة، قال له يا أبوي يمتى نبدو شرفة؟ قال له لين يموت كبار الحمر. هذه الفيديوهات موجودة ومسجلة ومؤرشفة. الخط الأحمر في سرت والجفرة، غزة مش شورهم اليوم تذبح. وعلى فكرة والله العظيم مصر اللي جايها، والله العظيم مصر اللي تعاني من تدارولها سد النهضة في أثيوبيا وما زال، لكن هؤلاء ما يقدروش يتكلموا، ما يقدروش يحلوا فم. شرفاء مصر فقط اللي يعرفوا أن الدفاع عن غزة والدفاع عن فلسطين هو الأمن القومي المصري، مش سرت والجفرة، لأن نظام فاشل، لأن نظام فاشل ونظام إرهابي ونظام قاتل، قتل المصريين ومئات الألاف من المصريين في السجون، وحمل الاقتصاد المصري مئات الملايين من مئات المليارات من الديون، وقعد عبيلي على الأراجوزات هذه أحمد موسى والهيطي ولا الليطي وش نسمه هذا عمرو أديب وزوجته والتماسيح حديم اللي في الإعلام علشان يغسلوا عقل المواطن المصري. هذه هي الحقيقة. شفتوا كل شيء بالدليل، وللأسف للأسف ما زال احنا ما ناش واعيين، وما زلنا احنا عندنا كثيرين يهزوا في روسه، والحمد لله كل شيء واضح يتكلم. قداش مازال يا شباب من الوقت؟
طيب العشر دقائق خلينا نتكلم في الشأن المحلي، لأن والله قصة يوسف والأبيضاني وشعره كيرلي والله ما نقدر نوريها لكم برا، وين شوفوها تلقوها على صفحته في منتشرة، يعني اللي بيشوفها أقسم بالله لما في مرة نتفرج عليه نقعد نبكي بنص ساعة، يعني شيء يقطع القلب.